السلام عليكم ورحمة الله. أنا طبعا شاكر جدا للمكتبة الإسكندرية، ودي طبعا مش أول مرة أحاضر فيها. أنا دائما الحمد لله يعني استفدت من المكتبة، لأن حضرت اجتماعات هنا قبل كده وتكلمت فيها، فمكتبة الإسكندرية دي أكيد يعني حاجة من ثروة، من ثروة مصر الحديثة للعلم والكلتشر والحياة كلها، اللي تأثيرها على مصر والتعليم المصريين والكلتشر بتاعت مصر ما فيش كلام، يعني معروفة مش بس في مصر، معروفة في جميع أنحاء العالم. فأنا شاكر، وطبعا لي الشرف أن أكون يعني برضك أتكلم معاكم هنا النهاردة إن شاء الله على النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي دي طبعا مش بس مصر مهتمة بيها، كل العالم مهتم بيها. فأحب النهاردة إن شاء الله أن يعني أديكم فكرة ليه الاهتمام بيها الكبير ده بجميع الحكومات في العالم كلها. يعني هي طبعا التايتل بتاع الكلمة نانو تكنولوجي the big future technology، حاجة كبيرة أو في التكنولوجي مبنية على حاجات صغيرة جدا. فعايز أعرفكم ليه الحاجات الصغيرة دي العالم كله مهتم بيها. فطبعا الأول أتكلم شوية إيه الهايب، ليه الهيصة دي كلها على النانو تكنولوجي، دوشينا بيها دايما كده، في إيه يعني، إيه السبب؟ وبعدين إن شاء الله أديكم حاجة هي مبنية على حاجة بسيطة جدا، مبنية على إن الصناعات المختلفة في العالم كلها وفي مصر طبعا مبنية على خواص مادة أو مادتين. فالخواص مهمة بحيث إن إحنا عايزين نستخدمها. عايزين نستخدمها يعني معنى إيه؟ نعمل صناعات تعملها. أما نعمل صناعات علشان تعمل الحاجة اللي إحنا عاوزينها، وظائف كتيرة بتفتتح. الناس بيشتغلوا والماهيات بتاعتهم بتكبر. أما الماهيات بتاعتهم بتكبر، الضرائب اللي بيدوها للحكومة بتكتر. فالحكومة لما بتدي فلوس علشان البحث العلمي مش بتديه علشان بيحبوا البحث العلمي، لا، ده زي ما يكون يعني انفستمنت، بيحط شوية يعني فلوس وبيجي لهم فلوس تانية أكتر. يعني في أمريكا كل دولار الحكومة بتدفعه في البحث العلمي بيرجع لها بخمسة دولار. مفيش بنوك أبدا بتدفع الحاجات دي، لأن هم بيعملوا انفستمنت in human resources أحسن حاجة. فطب وده إيه ماله وعلاقته بالحاجات الصغيرة ديت، يعني ليه؟ فإن شاء الله ده اللي أنا هحاول أوريكم ليه الأوريجن بتاعها أو هي جاية منين. إن عاوزين إحنا كل بلد عايز يبقى في مجال في صناعات كتيرة أو في حاجات نقدر نصنعها. يعني مثلا زمان كانوا الحاجات المهمة، المواد اللي نقدر نعملها، بنروح ويعني نشوف الأرض فيها إيه، فيها معادن إيه، ونستخدم المعادن دي ونصنعها. النانو تكنولوجي دي هتدينا حاجة، مش ضروري نروح نفحت ونشوف الأرض فيها إيه، إحنا ناخد الحاجات اللي حوالينا ونكسرها لمواد صغيرة جدا، بعضها هيبقى فيها خواص مهمة هنستخدمها. فطبعا دي فكرة هايلة جدا، بتوفر وقت كتير، ومش بس كده بتدينا مواد لا حد لها. طبعا كل المواد الصغيرة دي معظمها مش هتبقى لها فايدة لنا، ولكن بعضها هيبقى فيها شوية فايدة كويسة جدا، وديت اللي تصنع كل حاجة. فكون ان فيه يعني امكانيات ان اما نصغر الحاجات ديت نعمل حجمها صغير جدا
ونلاقي خواص جديدة هتدينا يمكن تدينا صناعات كتير جدا. ازاي نوصلها دي؟ نوصلها بالبحث العلمي، يعني ما نعرفش انهي مادة هتدينا ايه، فلازم نعمل ابحاث كتيرة جدا ان احنا نحاول المواد المختلفة نصغر حجمها جدا، وبعدين ندرس الخواص الجديدة، وبعدين بعض الناس يشوفوا خواص يقول الله طب ما الخاصة دي نستخدمها في كذا، نستخدمها لدي، نستخدمها لدي، ويروحوا يجيبوا يعني يجيبوا أموال ويفتحوا شركات ويبقى صناعات. فهي فكرة، وهعرفكم ليه الحاجات الصغيرة دي الخواص بتاعتها بتبقى جديدة الأخرى، ليه بنلاقي خواص جديدة لما ناخد أي مادة ونحول حجمها الحجم الصغير جوه اللي هو في من 1 لـ100 نانومتر. ايه حجم النانومتر ده؟ سمك الشعرة في راسنا، شعرة واحدة سمكها 50,000 نانومتر، فطبعا النانومتر صغير جدا. واحنا عارفين ليه الخواص بتختلف لما نصغر المواد في الحجم الصغير ده. فعلشان كده some nanomaterial made and some properties and potential application، هنوريكم بعض المواد اللي فيها خواص معينة، ونتكلم بقى على الجولد لأن ده اللي يعني الاهتمام بتاع المجموعة الأبحاث بتاعتي، ونوريكم إيه اللي وجدناه الخواص اللي لقيناها فيه اللي بنستخدمها في الكشف على السرطان وعلاج السرطان أما بيظهر ما بيظهر. بس طبعا في مشاكل، يعني لسه في الحاجات الصغيره دي الصغيره ديت يعني ليها خواص بعضها كويس طبعا هنلاقيه طبعا بنستخدمه، وبعضها هيبقى في صعوبات ان احنا نستخدمه لانها حاجه صغيره يعني صغيره في الحجم يعني. طيب ابقى ديت بتبين لكم بقى ان يعني ابتدينا في حياتنا ستون ايج. ليه مسميه الستون ايج؟ لأن كل حاجة في هذا الوقت ده زمان قوي، millions of years يعني ملايين السنوات، لأن في هذا الوقت كل الأشياء اللي العالم في هذا الوقت اللي كانوا بيستخدموه معمولة من الحجارة، حتى قبل قدماء المصريين أي حاجة يكسروا ويبنوا بيوت يعملوا حاجة، حتى الأواني اللي يطبخوا فيها كلها كان عاملين الحاجة الوحيدة اللي كانت عندهم شايفينها هي كانت الحجارة. بعد كده ابتدوا يشوفوا مثلا في تشاينا وجدوا البرونز، فابتدوا حياه مده طويله جدا في الصين كل حاجه كانت معموله من البرونز ماتيريال متل. وبعد كده بقى لقينا الحديد طبعا، ومن الحديد عملنا الصلب، والصلب بقى الستيل ده عملنا كل حاجه، العربيات كان زمان بتتعمل منه وكده. وبعد كده بقى ابتدوا وجدوا انه ستيم، الستيم انجن نستخدم، بس بتستخدم طبعا الميتال نفسه ونحط عليها البخار ونسخنه، وجدنا بقى فيه يعني حاجات جديده بتطلع. وبعدين بقى ايه ال 20 سنشي ال 70 سنه اللي فاتوا او ال 100 سنه اللي فاتوا حصل تغيرات جدا في حياتنا. ال 50 سنه الماضيه حياتنا كلها اتغيرت، الكمبيوتر والانترنت والسيلفون والحاجات دي كلها في العدة السنوات الماضية دي. فيعني التقدم لأن بنلاقي فوائد أكتر وأكتر من الحاجات اللي بنعملها إحنا، بس إحنا ابتدينا نعمل حاجة مش بس ندور عليها، بندور عليها ونلاقي حاجة وبنعمل عليها حاجة زي التشيب بتاع الكمبيوتر مثلا. فدي طلعت من الأبحاث، الأبحاث العلمية. يعني عمرنا ما رحنا نقول له إزاي نعمل